مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم. الحمد لله اليوم عادت تقريبا الأمور إلى نصابها، فلم نسجل بعض الحرائق التي سجلت في بعض ولايات الوطن خلال الأيام القليلة الماضية. نحاول إن شاء الله أن تستعيد الجزائر عافيتها وأن نعود إلى النشاط اليومي بكل جد وكد واجتهاد. نتطرق إلى كل المواضيع التي تخص المواطنين في حياتهم اليومية، نترحم على الشهداء، على المتوفين في مثل هذه الحوادث، ونسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركات أن يعوض الخسائر الأخرى التي تعوض ولكن الأرواح لا تعوض. مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم عن موضوع تربوي بامتياز من خلال البيان والقرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية، والذي كان فيه تعديل مواقيت الدخول المدرسي التي كانت من المفروض في 7 سبتمبر، فقد تم تعديل التاريخ إلى 21 سبتمبر، وذلك وفق روزنامة جديدة حيث يلتحق الموظفين بمقرات عملهم في الفاتح من سبتمبر، بينما الأساتذة أو الطاقم التربوي سيكون في 7 سبتمبر، ويلتحق كل التلاميذ في 21 عبر مختلف مناطق الوطن بمقاعد الدراسة للموسم الدراسي الجديد 21-22. السؤال مطروح: ما خلفيات هذا القرار؟ هل تم استشارة الشريك الاجتماعي في مثل هذه القضايا؟ كيف يمكن يكون الدخول المدرسي القادم من طرق مخططات جديدة؟ هل يتم الاعتماد كما تم التفويج في الموسم الدراسي السابق؟ كل هذه المعطيات التربوية الإدارية والبيداغوجية نحاول أن نطرحها للنقاش مع ضيفي في البلاطو، الأستاذ مسعود بوديبة، وهو الأمين الوطني مكلف بالإعلام والاتصال على مستوى نقابة كنابست. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. إذن نتحدث اليوم على التربية بعد أيام من هذه الحوادث التي عرفت الجزائر. نحاول فقط في هذه الجلسة أن نعطي جرعة أمل من خلال نافذة التربية. أولا سيدي الكريم، في رأيك ما هي خلفيات قرار تعديل الدخول المدرسي إلى 21 سبتمبر؟ مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. فعلا مثلكم طلعنا على بيان وزارة التربية الوطنية بإصدار رزنامة جديدة للدخول المدرسي، ونحن والقارئ للبيان يجد بأن تعديل هذه الرزنامة لم يشار إلى ما هي المعايير التي سببت في تعديل هذا التاريخ ب 15 يوما بالنسبة لأبناء التلاميذ. ونحن نعرف بأن الدخول المدرسي مرتبط بجوانب أساسية مهمة يجب أن تكون واضحة وتكون مضبوطة، بداية من توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية والمعنوية، وهذا من مسؤولية وزارة التربية الوطنية على غرار توفير المناصب المالية لسد الشغور الذي يعانيه القطاع، لحل إشكالية الضغوطات والمشاكل اللي عشناها في السنة الماضية وكانت سبب في مضاعفة الجهد ومضاعفة الضغط على الأساتذة، بالخصوص مضاعفة مجهود العمل اللي كان وصل إلى حد لا يطاق، توفير كافة الإمكانات، الوسائل العلمية والوسائل المادية المطلوبة في تمدرس أبنائنا التلاميذ وفي إنجاح السنة الدراسية. عندنا جانب آخر اللي هو الجانب الصحي، توفير المستلزمات الصحية، توفير الوسائل الصحية المطلوبة لإنجاح البروتوكولات الوقائية الصحية، والأمر الآخر اللي هو مهم جدا وهو البيئة الصحية، وهذا الأمر نحن لما طالبنا وزارة التربية الوطنية أنها تنسق مع وزارة الصحة، تنسق مع خبراء الصحة، مع اللجنة العلمية المكلفة برصد تفشي وباء كورونا وتطوراته على مستوى يعني المجتمعي. وهذا هو الأمر الذي يستدعي أننا نختار تاريخ مناسب، ولذلك نحن لا ندري ما هي يعني طبيعة التقارير التي قدمت لوزارة التربية الوطنية في الجانب الصحي، ما هي يعني هل الإمكانات المادية كلها متوفرة، خصوصا اليوم ونحن يعني مع الحرائق التي حدثت في عديد من الولايات بالنسبة للمؤسسات التربوية اللي تحتاج تهيئة أو تحتاج أنها تؤسس بأجواء تنسي أبناء التلاميذ وتنسي الأولياء أجواء الحرائق.
هل راعينا جانب أساسي ومهم اللي هي الحالة النفسية بالنسبة لأبنائنا التلاميذ، بالنسبة للأساتذة، بالنسبة للعائلات الجزائرية؟ وهذه الحالة النفسية ليس فقط مرتبطة بالحرائق، وإنما مرتبطة كذلك بالوضع الصحي. نحن عشنا في العائلات اليوم عدد الوفيات، اليوم ارتفاع عدد الوفيات في العائلات الجزائرية أثر على الحالة النفسية، حتى الذي لم يصاب تأثر من خلال هذا الواقع. إذن هذه الجوانب نظن بأنها تحتاج إلى دراسة معمقة ودقيقة، وعلى أساسها نخطئ أن لما يؤجل التاريخ لازم يكون مبرر ويكون مدروس، ونحتاج كذلك إلى طرح أسئلة. سيد الكريم، أنتم التقيتم بوزير التربية خلال الأسبوع الماضي، هل تم تحديد التاريخ أم ترك هكذا للاجتهاد وهو الذي كان اليوم 21 سبتمبر؟ وزارة التربية الوطنية في ردها على مسألة التاريخ هي أشارت بأن هذا الأمر ليس من مسؤوليتنا وهو تحت الدراسة والمعطيات غير واضحة. هذا الشيء اللي وزارة التربية الوطنية قدمته في مختصر بالنسبة للنقابات. اليوم يعني في لم نكن ننتظر بأن سيعلن اليوم عن هذا الأمر، ونحن نعرف بأن أرقام الوباء لازالت مرتفعة، الوفيات مازالت مرتفعة، الوضع المادي يعني مازال ما كانش جديد حوله. بالنسبة للتوظيف ما كانش جديد حول التوظيف، كنا ننتظر مسابقة على أساس الشهادة لكن لا جديد على المسابقة على أساس الشهادة. هناك إشارة بأنه سنستغل أساتذة المتعاقدين لكن غير واضح كيف نستغل الأساتذة المتعاقدين. نحن طالبنا بضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين. نبقى فقط أستاذ مسعود في التاريخ، ما تشوفش ربما في ظل هذه المعطيات اللي كنت التساؤلات اللي تسألها أنت بخصوص تحديد يوم 21 سبتمبر، هل ربما نحتاج إلى تعديل آخر؟ يعني ربما مع التوقيت الجديد ومع هذه الظروف الصحية نقدروا نغيروا ما يكونش يوم 21 سبتمبر. أنا أظن بأن المسألة تحتاج إلى ضبط وتدقيق وليس إلى هكذا يعني ارتجال، وتحتاج إلى أننا نحضر أنفسنا لعدم التراجع على التاريخ، وليس معناها عدم التراجع هو المغامرة. ما لازمش نروح نغامر، معناها أحيانا نوصل نختار تاريخ وتأخذنا العزة بالنفس، لأن تغيير القرار معناها غياب دراسة دقيقة، وبالتالي نغامر بأكثر من 10 ملايين تلميذ وحوالي مليون مستخدم على قطاع التربية الوطنية. 10 ملايين، هذه بيئة ملائمة للوباء. الوباء يبحث عن هذه الأماكن التي لانتشاره السريع. نحن لاحظنا كيف أن هذا الوباء المتحور كورونا يعني دلتا كيف ينتشر بسرعة، وهذه المرة ليست هو نفسه 21 أكتوبر 2020 أو 4 نوفمبر 2020، لأن في ذلك الوقت كان عندنا جانب كنا مطمئنين من خلاله اللي هو أبنائنا التلاميذ. أبنائنا التلاميذ كانوا لا يصابون بالوباء، ينقلون الوباء لكن لا يصابون بالوباء، وكانت القضية تقتصر على الأساتذة والعمال. الأساتذة يعني بإرادتهم وتحدوا الوباء وقالك معليش نصاب نحن، لكن هذه المرة الجميع معرض للإصابة بالوباء. هذه الفكرة تخلينا نطرح تساؤل تالي اللي طرحوه كذلك كثير، يعني تقريبا هذا الخبر جاء في حدود الساعة الثانية أو الواحدة زوالا قرار تأجيل الدخول المدرسي، هو ما يطرح أكثر من سؤال. قال لك ممكن هذه الفترة من حتى 21 سبتمبر هي مخصصة لتلقيح الأساتذة والتلاميذ، هل هذا ممكن؟ أنا أظن بأن من الخطأ النبني خطأ من ناحية استراتيجية أن نبني الدخول المدرسي على رهان اللقاح للجميع. هذا من ناحية الاستراتيجية نظن وين العيب؟ وين المشكل؟ أنا نظن أولا اللقاح لا يمنع الإصابة بالوباء ولا يمنع انتشار الوباء، يساعد البعض في أنه يقوي المناعة ممكن في المقاومة، لكن الجميع يعرف بأن اللقاح لا يمنع انتشار الوباء. اللقاح ثانيا اللقاح مرتبط أو رهان اللقاح مرتبط بعديد المعطيات. اللقاح أولا يجب أن يكون متوفر بالكمية الكافية للجميع. ثانيا لازم عمليات التوعوية والتحسيسية من طرف خبراء الصحة ومن طرف المختصين في الوباء لازم تكون مكثفة، بحيث نعطي ضمانات للمواطن الجزائري باش يتجه إلى اللقاح يعني بصفة تلقائية وبدون تخوف وهو مطمئن
قبل وبعد اللقاح، لأنه شئنا أما بين اليوم المعطيات بالنسبة للقاح ليست هي نفسها عندك وليست هي نفسها عندي، والكل لديه نظرياته ولديه قنواته، وبالتالي لازم تكون هناك تطمينات من طرف الخبراء على نوعية اللقاح، على ما هي الشروط القيام باللقاح. ثم مع إجبارية اللقاح في الكنابيس، نحن ضد إجبارية اللقاح، نحن مع التوعية والتحسيس، ونحن نريد أن نجعل الجميع يقمع الإقناع. نحن نرى بأن لما أتجه لذاتي وبقناعاتي وأنا أعرف بأن اللقاح لازم نديره وما عنديش تخوف وعندي تطمينات إلى آخره، أفضل من أنني أجبر، لأن الإجبار راح يدخلنا في متاهات، ونحن لسنا هنا مناش في وقت أننا ندخل في صراعات أخرى وفي جدل آخر وفي أشياء أخرى. المسألة ممكنة لكنها تتطلب وقت ودراسة وتفهم ودراسة. اللقاح هذا يمكن أن ننجح فيه هذا الرهان، لكن لا نربطه بالدخول المدرسي. ربطه بالدخول المدرسي سيولد لنا مشكلة جديدة، وإنما اللقاح هو لمساء يمكن أن نحققه ممكن إلى غاية شهر ديسمبر. واللقاح اليوم هو يعني مستمر مع السنة الدراسية، مستمر مع السنة الدراسية، ما لازمش نبنيه بالدخول المدرسي. مسألة الدخول المدرسي هو تاريخ مهم للإنجاح، هو موعد وطني يعني، هو موعد وطني ومنطلق أساس لإنجاح السنة الدراسية. وبالتالي لما يكون دخول مدرسي فيه خلل وفيه اضطرابات سيؤثر، ينعكس على السنة الدراسية، على السنة الدراسية. وسط الفكرة سيد الكريم، نغادر شوية الشق الصحي وإن كان مهم، نروح للشق البيداغوجي. هل يعني في حديث على عدم إجراء مسابقة وطنية خارجية لتوظيف الأساتذة؟ هل هذا ربما مشكل كذلك في بداية السنة الدراسية طبعاً. في توفير نحن في خلال السنة الدراسية الماضية كنا نطالب بإلحاح بافتكاك مناصب مالية جديدة لقطاع التربية الوطنية لحل عديد الإشكالات. أولا لحل الشغور الكبير الذي يعانيه قطاع التربية الوطنية، لحل إشكال، ومن خلال ذلك حل إشكالية خريجي المدارس العليا للأساتذة وإتمام توظيفهم وحل هذه المشكلة نهائيا. ثم بعد ذلك كان آنذاك في السنة الماضية كان عندنا مورد اللي هو من القوائم الاحتياطية التي كانت سينتهي تاريخها، ولكن ما زالت وعندنا الأساتذة المتعاقدين اللي هم بالآلاف متوفرين على مستوى قطاع التربية الوطنية، وهذه الشريحة مهمة جدا في قطاع التربية، لأن المتعاقد اللي عمل 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات في قطاع التربية الوطنية سنتين، هذا منتوج مهم جدا. على الأقل لرنا ربحنا سنتين تكوين أو 3 سنوات تكوين من الممارسة والخبرة والأقدمية، يمكن بقرار سياسي أننا ندمجهم، لكن هذا الأمر لم يسمع لنا آنذاك، وسيروا العملية ومشوها وكانت لها يعني ضريبة كبيرة على مستوى قطاع التربية الوطنية. لكن بالمقابل وزارة التربية الوطنية في السنة الماضية اتفقنا على أننا سنفتح مسابقة على أساس الشهادة، ومن خلال ذلك يعني ندعم في المعايير أننا نعطي الأولوية للخبرة، نعطي الأولوية للأقدمية، نعطي الأولوية للكفاءة من خلال الامتحان على أساس الشهادة، وكان مبرمج من المفروض هذا الامتحان في هذه الصائفة. ولكن ظروف الصحية فجأة أنا نظن بأن الامتحان على أساس الشهادة لا علاقة له بالظروف الصحية. بالإمكان عندنا من الإمكانيات ومن يعني من كيف يتم ذلك أستاذ مسعود؟ يمكن أننا أن المترشحين يوضعوا الملف تاعهم عن طريق الأرضية الرقمية ويتم ترتيبهم والمراقبة عن بعد هي التي تفصل بعد ذلك في جميع المسائل. لكن فجأة سمعنا بأن في خلال اللقاء الأخير بأن وزارة التربية تقول بأنه ما عندناش الوقت الكافي باش نديروا المسابقة، راح ممكن نلجأ للأساتذة المتعاقدين. كيف نلجأ للأساتذة المتعاقدين؟ نحن نرى بأن كاين إمكانية بقرار سياسي بإدماج الأساتذة المتعاقدين وفق شروط ومعايير. ولكن قضية احتياطيين، يعني تصل لي رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك ديما استاذ كلمونا على موضوع هذا، يقولوا من 2017 2018 مازالوا ناس تاع الاحتياطيين، هل في نظركم هذا الملف اغلق؟ شوف هو انا نقول بان قضيه هذه الملف تاع الاساتذه الاحتياطيين هو ملف اصبح ازمه، سببه هو سوء التعامل معه لسنوات، لان هذا الملف هو من المفروض مضبوط ولكنه يعني استغلاله كل سنة يصبح الآن عند المترشح الاحتياطي يصبح بالنسبة إليه حق ويجب أن تعود إليه وهو محق في ذلك. وبالتالي نظن بأن المسألة يجب أن تضبط، لكن أنا نقول بأنه إذا كان وزارة التربية الوطنية قدرت تجيب رخصة
تجيب رخصة فلا مانع في ذلك. في عدم وجود رخصة عندنا الأساتذة المتعاقدين، أنا أقول أستاذ متعاقد اللي خدم 5 سنوات 6 سنوات في نظرك يعني أنت أولى من المحتياطي؟ معظم الأساتذة المتعاقدين موجودين في القوائم الاحتياطية، معنا لو روحوا القوائم الاحتياطية نلقوا الأساتذة المتعاقدين كذلك موجودين في القوائم الاحتياطية. الإشكالية هي أننا لازم نوجدوا معيار واضح للتوظيف بحيث ما لازم، لأن الأساتذة المتعاقدين أولا من حيث التكوين ما نحتاجوش التكوين القبلي لأنه واجد مهيئ، وبالتالي نظن بأن إدماجهم مهم. إذا كان ونظن باللي هذا ما يكفيش، نقدروا نروحوا للقوائم الاحتياطية، نقدروا ونروحوا للمسابقة، ولما لا نذهب إلى المسابقة على أساس الشهادة ونضبط الأمور ونحل الإشكالية بالنسبة لمنتوج المدارس العليا، لأن الوزير مؤخرا أعطى قرار بضرورة تصفية هذا الملف، هل قادرين في سنة الدراسية نقضي على الملف؟ أولا بالنسبة لملف يعني خريجي المدارس العليا الأساتذة، للأسف الشديد يعني هذه المشكلة أريد لها أن تكون مشكلة على غرار الاحتياطي وتصل إلى مستوى الإشكالية، لأن خريجي المدارس العليا للأساتذة من المفروض هذا خريج المدرسة العليا للأساتذة وزارة التربية الوطنية مجبرة أنها تفتح له منصب حتى ويكون بزيادة مجبرة، أو إذا أو تعطيه راتب وتخليه ينتظر، هذا من المفروض لأنه عنده كونترا عنده تعاقد مع وزارة التربية الوطنية مجبرة، وبالتالي يعني كاين ظلم كبير على ان هؤلاء الخريجين المدارس العليا للاساتذه يبقوا لسنوات، واسيء اليهم في عديد المحطات من خلال انهم فرضوا عليهم انهم يشاركوا مع الناجحين في الامتحانات في التكوين، يعني كاين واحد الاهانه وكاين واحد الاساءه يعني كاين واحد الاساءه مبرمجه لخريجي المدارس العليا للاساتذه، وكانه هناك عمل لضرب المدارس العليا للاساتذه كمنتوج للتوظيف في قطاع التربيه الوطنيه. انا نظن يجب ان يعاد لهم الاعتبار، يجب ان يوظفوا في مناصبهم. هناك مساله الانتداب معليش كمرحله مؤقته، لكن لازم نرجعوهم للمناصب تاعهم، لأننا بحاجة إليهم، لأن تكوينهم في الاختصاص نحن بحاجة. وصلت فكرة، سنعود لمناقشة هذا الموضوع من جوانب أخرى مختلفة لأن الوقت ما زال معنا في الجزء الثاني من حلقة الولادة اليوم، إذن فاصل ونواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال حلقة البلاد اليوم التي نخصصها للحديث حول تعديل الدخول المدرسي للموسم الدراسي 21-22 والذي أقرته وزارة التربية اليوم في بيان لها يتعلق بتحديد 21 من سبتمبر كدخول يوم موعد للدخول المدرسي. نناقش هذا الموضوع مع ضيفي في البلاط الأستاذ مسعود بوديبة وهو الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى نقابة كنابست، أهلا بك من جديد. أهلا وسهلا. وكما ينضم إلينا كذلك شريك اجتماعي في قطاع التربية وهو جمعية أولياء التلاميذ ممثلة في الأستاذ محمد شاشوة وهو عضو وطني بجمعية أو الفيدرالية الوطنية جمعية أولياء التلاميذ. مساء الخير سيد الكريم. مساء الخير، أهلا أهلا بك. إذن تلقيتم كما تلقى المجتمع بشكل عام قرار وزارة التربية الوطنية بتحديد 21 سبتمبر كموعد جديد للدخول المدرسي، ما تعليقكم على هذا القرار؟ شكرا سيدي الكريم. ما كفيدرالية وطنية جمعية أولياء التلاميذ لم نطالب لا بتأجيل ولا بتأخير، ما دام هناك لجنة خاصة بهذه الظروف الصحية، ما دامت اللجنة الوطنية العلمية الوطنية الموجودة حسيسا لهذه الوضعية، نحن ننتظر كطلبنا فقط توفير الجو المناسب للمؤسسات التربوية وتوفير الأسقف الإدارية والتربوية لاستقبال أبنائنا في جو مريح. يعني مسألة التاريخ لا يهم. نعم. بالنسبة للتاريخ بالنسبة لكم أنتم لا يهم، إنما الظروف. ما هي الظروف التي ترونها يعني ناقصة مقارنة بالموسم الدراسي الفارط يعني؟ الإشكال الذي نتخوف منه هو بالنسبة للمؤسسات القريبة، هناك ربما العائلات من جراء النيران على مستوى المناطق التي اشتعلت فيها، وتوفير الجو الملائم في المؤسسات التحية، وخاصة الوسائل طاولات الكراسي الوضعية في خاصة الابتدائيات. احنا طالبنا بالعمل جاهدين لتسوية الوضعية تاع البلديات تاع الابتدائيات، لأن البلديات أهملت الابتدائيات.
سيد محمد شاشوة، تقريب يعني جمعيات أولياء التلاميذ ليس الكل، وإنما في سنوات الفارطة كانت ربما دائما إذا كان هناك قرار من وزارة التربية الوطنية بينها وبين الأساتذة والطاقم الإداري أو التربوي تقف يعني على مسافة أقرب من وزارة التربية. هل اليوم فيه تفكير لإثبات دور جمعيات أولياء التلاميذ واتخاذ قرار حاسم بدل الدسكية لهكذا قرارات؟ القرارات بالنسبه للاولياء هناك قانون واضح بالنسبه للفدرال الوطني للجمعيات الاعلاميه، عندها قانون داخلي اينما تتدخل في الولايه. نحن ندافع عن حقوق التلاميذ وعلى اريحيه التلاميذ في الميدان. طالبنا ونطالب بالنسبه لوزاره التربيه الوطنيه هي الهيئه الوطنيه لتوفير الجو الملائم في المؤسسات. لا نريد ان يدخلوا ابنائنا الى المؤسسات بدون تاثير لا بداغوجي ولا اداري. هذا طلبنا منه، حاجه وخاصه بالنسبه لنا يكون الاطعام. الاطعام في 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 اليوم الاول والنقل المدرسي. لاحظنا نقصا فادحا في النقل المدرسي. لذا في هذا الوقت تاجيل لمده ربما اسبوعين لتتحكم الادارات المعنيه بالنسبه لهذه الوسائل. استاذ محمد، ان شاء الله بالنسبة لموضوع التلقيح كنت أناقش هنا مع ضيفي في الأستوديو رئيس الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست، نتحدث فيه عن التلقيح. ربما يطالب أو يقول هو أنه ليس إجباري، ليس بالضروري أن نمشي إلى إجبارية التلقيح. بالنسبة لكم في جمعيات أولياء التلاميذ، هل تطالبون بتلقيح أبناء في المؤسسات التربوية قبيل الدخول المدرسي أو حتى أثناء السنة الدراسية؟ شكرا يا أخي الكريم. هذا الوضعية احنا نطالب، مادام الوقايه خير من العلاج، انا اطالب بالتلقيح. ولكن مادام هناك قرار كون وزاره التربيه الوطنيه واللجنه العلميه، اذا كان ارتأت انه يكون خطر بالنسبه للمؤسسات فعلينا بالتلقيح. اما الوضعيه القرار الاخير يكون للجنه الوطنيه العلميه. شكرا لك استاذ. اذا كان بالنسبه للتاجيل، عفوا اخي الكريم، نحن نطالب اذا كان في الدراسه الوطنيه جماعه ولايه التلاميذ، اذا كان ما كانش امن في المؤسسات بالنسبه لهذا الفيروس، اذا كان التطعيم لم يكن في المؤسسه ربما رفض من طرف الاساتذه من طرف الاداره، نحن نطالب بتوفير الجو الملائم في هذه المؤسسات. شكرا لك استاذ محمد شاشوة، وانت عضو الفيدرالية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ، على كل هذا التدخل نلقاك في فرصة قادمة بحول الله. أعود إليك الأستاذ مسعود بوديبة، كنا نناقش في الجوانب البيداغوجية، ربما المسألة نتاع الأساتذة يبقى دائما مرتبطة بالوضعية النفسية يعني. وشفت أن الأساتذة كانوا في وضعية نفسية يعني صعبة شوية، ضغطة في نتاع الإسناد الأقسام، كان واحد كان يقري 20 ساعة صباح 30 وأكثر. اليوم ربما الجو النفسي مهم جدا، ماذا تطالبون في تحضير جو نفسي بالنسبة للأساتذة وبالنسبة للتلاميذ؟ شوف، احنا نعرف بأن هذه السنة نهايتها كانت في نهاية بعد الإعلان عن شهادة البكالوريا، تاريخ شهادة البكالوريا نهاية شهر جويليا، وتزامنت مع يعني ارتفاع انتشار الوباء بشكل غير مسبوق والرعب اللي ولدته في العائلات الجزائرية، وكلنا كنا نعيش هذا الرعب عن قرب، سواء من خلال الضحايا، من خلال المصابين، من خلال فقدان الأكسجين، من خلال عديد الجوانب المرتبطة بالجانب الصحي، وبعد وأخيرا الحرائق اللي حدثت في عديد من الولايات. إذن هذا الأمر هي تراكمات لضغوطات نفسية وإرهاقات نفسية. إلى اليوم الأستاذ لم يرتاح إلى اليوم، والتلميذ كذلك لم يرتاح، وبالتالي عدم هذا الفاصل اللي من المفروض هو فاصل اللي باش يرتاح والاسترجاع إلى آخره غير موجود، لذلك راح يكون عنده أثر كبير على مستوى يعني الراحة الذهنية وعلى مستوى الراحة الجسدية وعلى مستوى الجهد بالنسبة للأساتذة والتلاميذ في الدخول المدرسي، وراح تكون صعوبات بالنسبة للتعامل مع الوضع. ولذلك نحن نرى بأن هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ما لازمش نهمله هذا الجانب النفسي والجانب الذهني والجانب الجسمي بالنسبة لأبنائنا التلاميذ وبالنسبة للأساتذة.
بالنسبة للشق الاجتماعي، هل ما زالت لكم مطالب يعني تطالبون بها في حديث على التقاعد النسبي والمسبق، في المنشور تاع 61، تعويضات إلى غير ذلك، والخدمات الاجتماعية؟ هل هذه الأمور يعني تناقشوها قبل الدخول المدرسي حتى ما نشهدوش يعني اضطرابات كالمواسم السابقة؟ شوف، نحن في نهاية السنة الماضية في شهر أفريل وشهر ماي كانت بياناتنا واضحة في هذه المسألة، وقلنا بأننا نؤجل حركاتنا الاحتجاجية إلى الدخول الاجتماعي المقبل، وأشرنا بأن الظروف الاجتماعية التي أصبح عليها العامل والموظف والأستاذ على مستوى قطاع التربية الوطنية وصلت إلى حد لا يطاق. الانخفاض الرهيب أو التدني الرهيب للقدرة الشرائية أصبح هو الواجهة بالنسبة لي للعامل اليوم، ولذلك فإعطاء أهمية لمسألة الأجور أو سياسة الأجور تعتبر أولوية الآن. وأشرنا نحن في بياناتنا وقلنا بأن مسألة فتح الملف نظام التعويضي وتعديل التعويضات وتتمين التعويضات وتوسيع دائرة التعويضات يعتبر كحلقة أولى أساسية يمكن أن نبدأ ننطلق منها من أجل تحسين الأجور بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية. وإذا لم نولي أهمية لهذا الشق الاجتماعي سيكون له أثر كبير على المسألة المهنية وعلى مسألة يعني الاستقرار السنة الدراسية. إذن ضروري على السلطات أن ينتبهوا إلى المسألة الاجتماعية والظروف الاجتماعية التي يعيشها قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى الملفات التي أشرت إليها، هي ملفات يعني جديدة قديمة لا زالت تراوح مكانها، ملف طب العمل، ملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، وقضية اللجنة الوطنية يعني اللجنة يعني الحكومية لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية. ولكن انطلقت الخدمات الجامعية الاجتماعية، فيها ترأس يعني وزير التعليم العالي تقريب عفوا التربية الوطنية منذ أسبوعين نصب هذه اللجنة. طبعا الأمر انتهى يعني ولا ليس قضية انتهى، هي هذا شق من في ملف الخدمات الاجتماعية. بطبيعة الحال ملف الخدمات الاجتماعية هو يعني انطلاقه في الدخول الاجتماعي هو أمر مهم جدا بالنسبة لعمال القطاع، وهو ملجأ يلجأ إليه عمال القطاع في يعني في مجالات ك يعني خصوصا الأيتام والأرامل إلى آخره. هناك عديد الجوانب يمكن يستفيد منها العامل، لكن هناك كذلك عندنا فيما يخص اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية، عندنا منحة تعويض المنطقة، عندنا مسألة الحماية الاجتماعية بالنسبة لموظفي القطاع. هذه ملفات هي ملفات مطروحة وما زالت مرفوعة، لكن مسألة القدرة الشرائية هي مسألة اليوم أصبحت أولوية أولى بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية وعمال وأساتذة قطاع التربية. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر تقرير يعني منذ أسابيع في مجلس الوزراء أمر بإسراع في إعداد القانون الخاص للتربية، وفيه يقول قانون خاص للأستاذ. أين وصلت العملية بالنسبة لكم؟ هل عندكم معطيات حول هذا الملف؟ هذا الملف نحن تكلمنا عليه بوضوح بالنسبة مع وزارة التربية الوطنية، وتكلمنا على فتح هذا الملف يعني في بصفة نوعا ما غامضة، لأن إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص هذا الأمر غير واضح إلى اليوم. وقدمنا مقترحاتنا في هذا المجال وقلنا بأن القانون الخاص كاين عندنا عمليتين، كاين عملية تصحيح بعض الاختلالات الموجودة في القانون الخاص، وهذه ما تطلبش حاجة كبيرة باش نصحوا بعض الاختلالات، لكن مسألة التعديل والمسافة والمساس بفلسفة القانون الأساسي الخاص أو بناء قانون خاص جديد، هذه مسألة التعديل تتطلب وقت، وتتطلب أنه تعطى لكل نقابة أنها تعد قانون خاص بفلسفة جديدة وتقدم مقترحاتها بفلسفة جديدة. لكن المساس بالقانون الخاص بمسألة جزئية مثل ما حدث في وقت الوزيرة السابقة بن غبريت، وأريد وهناك عمل يحضر في هذا المجال، قلنا هذا الأمر نحن نرفضه ولا نقبل به يعني المساس وخلق فتنة على مستوى قانون خاص هو أساسه فيه هو بس الاستقرار. سيد مسعود بوديبة، ما هي المكتسبات في القانون الخاص تاع 2012 و2008، لأنه جايين مروا بعضهم، المكتسبات اللي يمكن لا تراجع عليها بالنسبة لكم في الكنابيست؟ هي مكتسبات القليل اللي كان يفهمها وكان يحلم بها. لما يصبح الأستاذ
لديه مسارين للترقية، مسارين للترقية. الأستاذ اليوم على مستوى القسم كان يبدأ أستاذ ينتهي أستاذ، وإحنا ضيعنا خبرات وضيعنا كفاءات بسبب هذا الأمر. اليوم الأستاذ لما يلتحق بالقسم كاين عنده مسارين، عنده اختيارين، عنده مسار إداري مستقبل. وهذا باختياره، وعنده مسار بيداغوجي يقدر أستاذ مكون أو يحب يروح ناظر أو يروح أستاذ رئيسي، يحب يروح مدير أو يروح أستاذ مكون، يحب يروح أستاذ مبرز أو يروح مفتش تربوي أو يروح مفتش إدارة. هذا مسار، هذه عدالة، وهذه طموح احنا خلقناه في قطاع التربية الوطنية. المساس بالترقية بهذا التوازي وخلق بهذا المجال معناها هو ضرب للهيئة البيداغوجية لمحور العملية البيداغوجية. مساس بالمكتسبات، مساس بالمكتسبات، هذا نحن نرفضه. نحن قلنا هناك عديد الأشياء، المجهود يتمل بالتعويضات. نحن إذا كان ثبت بأن هناك مجهود إضافي للأستاذ أو بالنسبة للإداري مسعود، هذا الأمر بالنسبة لماذا لما نترك، يعني هذا مجرد تساؤل من طرف الموظف. المسار الإداري يروح في الإدارة، مسار التربية يروح في مسار التربية في الترقية، هذا لماذا نخلي أنا الأستاذ ثاني يروح في مسار إداري اللي هو مش من اختصاصه مثلا؟ هو اختيار، هو اختيار. شوف أنا مساعد تربوي ولا مستشار تربوي، هو بالأولوية له أن يروح مدير أو ناظر بدل أننا نأخذ أستاذ، ما رأيك؟ الهيئة بالنسبة للقطاع الخصوصي قطاع التربية الوطنية أن هذه المناصب هي مناصب بيداغوجية ليست بمناصب إدارية بحتة، لأننا إذا أردنا أن نتكلم بالمفهوم اللي راك تكلم به غدا نطالب بأن المدير يكون خريج المدرسة العليا للإدارة، المفتش يعني الإدارة لازم يكون خريج، لازم تكون معاهد إدارية ومعاهد مالية إلى آخره. لكن اليوم هذه المناصب هي مناصب فيها شق بيداغوجي وفيها شق إداري، وهذه المجالات تحتاج إلى تكوين فقط. وبالتالي الأستاذ لما يعمل في فترة معينة، لما يريد أن يشوف بأن المسار الإداري هو عنده رغبة يشارك في المسابقة، ولما ينجح في المسابقة يخضع إلى تكوين متخصص ويروح مثلا ناظر. كاين شق ثاني بيداغوجي، هذا الأستاذ عنده طموح انه يتكون يتطور في المسار البيداغوجي ويبقى مع التلاميذ، يشارك في المسابقه ويروح الاستاذ الرئيسي ويبقى مع ابنائنا التلاميذ، لا بروف انه يبقى بنفس الحجم الساعي بنفس المهام وتزاد له مهام اخرى الى اخره. وعندها المدرسه تبقى دائما تحافظ على الخزان، تحافظ على الكفاءات، والناس لما يدخل استاذ يخرج استاذ مكون، هذا 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 من حق الانسان انه يطمع زيد مكتسبات اخرى. يعني هذا المسارين فيه مكتسبات اخرى في القانون القديم، ما هي اللي تحافظوا عليها انتم؟ هو كاين بعض الاختلالات يعني. موجوده، هو كاين بعض الاختلالات موجوده. الاختلالات نحن لما كنا نرافع على هذا القانون طلبنا باش تكون هناك جسور بين المسارين، معناها احيانا انسان يدير اختيار في المسار الإداري ومن بعد في لحظة معينة يكتشف بأنه ما يقدرش يكمل في المسار الإداري، يحب يرجع إلى منصب أستاذ. واش هو الخلل المسار؟ نديروا جسور. كاين أستاذ رئيسي، كاين إنسان يكون يوصل أستاذ رئيسي ويحب يرجع ناظر أو أنه يشارك في مسابقات عمود، نفتحوا لهم مجالات، يعني نخليه مرونة ونخليه هنا جسور. هذا من بين الاختلالات الموجودة. لما نروحوا للتوظيف، لما أحيانا لما نروحوا في بعض المسابقات وجدنا بعض الاختلالات، مثلا ما نوجدوش الناس اللي عندهم الحق يشاركوا في مسابقة، الوزارة التربية الوطنية تحتاج إلى رخصة، ولذلك احنا طلبنا بأنه تكون هناك جسور تسمح لنا بذلك. هناك بعض الأسلاك عندهم إجحاف فيما يخص الترقية، معناها ما فتحوا لهمش أبواب الترقية مثل ما فتحوا مثلا لأسلاك أخرى. القضايا ما زالت مهمة. هذه كيفاش سميناها؟ نحن بعض الاختلالات الموجودة في القانون الخاص يجب أن تعدل برخص ولا تلغى، لكن بسأل تعديل القانون الأساسي الخاص، مسألة فلسفة القانون الأساسي الخاص هي مرتبطة بالشبكة الاستدلالية للأجور، مرتبطة بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبالتالي لما نروحوا للتعديل كاين أشياء كثيرة يجب أن تعدل، ونروحوا لبناء فلسفة جديدة ورؤية جديدة
معا. لم يعد الوقت الكافي في حوزتنا، ولكن سنستجير بدقيقتين أو أكثر بخصوص المخططات الاستثنائية، لأن وزارة التربية الوطنية عملت بهذه المخططات في السنة الفارطة. هل ربما تطالبون بإعداد مخططات استثنائية جديدة؟ وما هي العمل بقضية التفويج؟ هل تتمينونه يعني ترجعوا تخدموا بالتفويج أو أنه نعود نرجعوا إلى الساعة الكاملة؟ شوف، أنا نظن بأن وباء كورونا فرض علينا شروط صحية. نحن إما أننا نبني النظام العادي لكن بأقسام لا تتجاوز 20 تلميذ في القسم، ونحن نرى بأن هذا طموحنا موجود في القانون التوجيهي للتربية الوطنية كهدف أننا نوصل إلى أقسام بـ 20-25 تلميذ في القسم، ونظن بأنه كرهان مهم جدا يجب أن نبني عليه مستقبل المدرسة الجزائرية. إذا مسألة التفويج هي مسألة ضرورية، لكن مسألة التفويج مرتبطة بتوفير إمكانات مادية وبشرية. لذلك نحن قلنا بأن مسألة توفير المناصب المالية للتوظيف هو مسألة حتمية، ما لازمش نكرر تجربة الماضي وكثافة الحصص ومضاعفة الجهد وخلق يعني مشاكل كثيرة وضغوطات على مستوى المؤسسات، ومن بعد نروح إلى تكييف البرامج، تعديل التدرجات مرة مرتين، ومن بعد نمسوا بمستوى التحصيل العلمي ونمسوا بحسن الهداء، ومن بعد يصبح وتصبح الكفاءات المستهدفة يستحيل تحقيقها، وندخلوا في وكأننا معليش رانا في الاستثناء نسيروا السنة الدراسية وندخلوا فيما يسمى بالشعبوية إلى آخره. أنا نظن بأن يجب أن نفكر بمنهجية بيداغوجية علمية حتى نبني حتى نحافظ على مستوى المدرسة الجزائرية. يعني هذه النقطة يعني أرفع أهمها تقريبا وأنا في العطلة السنوية، وهي معدل موزون لإسراء إشكال فيه. هل اليوم لإسراء صرا يعني لأنه فيه كارثة في التوجيه، هذا على لسان الأولياء والتلاميذ، هل تطالبون بإلغاء فكرة معدل الموزون؟ الإشكالية ليس في المعدل الموزون كفكرة مهمة. أولا بناءها المستعجل والمسترجل وبدون إعلام وبدون هذا نرفضه نحن. المعدل الموزون يجب أن يبنى بمعايير علمية دقيقة. إذا لستم ضده يعني وصلت. بلاش ضد المعدل الموزون، لكن ضد المعايير يعني يجب أن يعاد النظر. ثانيا يجب من الآن وزارة التربية الوطنية مسؤولة، يجب أن البناء يجب أن يعني في هذه السنة التلميذ لازم يعرف معايير وتقنيات ومقاييس التي يبنى عليها المعدل الموزون خلال السنة الدراسية. بسط فكرة سي مسعود بوديبة لأن الوقت داهمنا، وأنت الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الكنابس، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة، نتلقى في فرصة قادمة بحول الله. شكرا. الشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام. بقي أن نقول لكم صحة فطوركم للصائمين لتسعة عاشوراء مباركة. من فريق العمل أجمل التحايا، ومني أطيب المنى، سلام.